جوائز المشاركة في الملتقى السنوي الحادي عشر للأندية أندية الثوري على حقوق الإنسان المنعقد يوم 18 اليوم 18 مارس 18 مارس سنة 2012 سنوية اليوم التاسعة من أجل أندية حقوقية فاعلة في نشر الحقية وثقافة حقوق الإنسان. ننادي على الأستاذ أستاذة بناني سوريا. أستاذة بناني سوريا. Thank you.
خديجة مزوز، حسام العلوي، وجدان المسيوي، شيماء فارس. غادي نوقفو، غنوقفو شوية عملية توزيع الشواهد الحضور ونعطيو كلمة للسيد مدير مؤسسة الليمون. إذن مرة أخرى أريد أن أشدد الشكر للجميع، لجميع المشاركين في هذا الملتقى، وأريد أيضا أن أرحب بالجميع بأعضاء ثانوية الليمون. كذلك أريد أن أهنئ الجمعية المحلية لحقوق الإنسان وكذا الأندية المحلية المشاركة في هذا الملتقى على نجاح هذا الملتقى السنوي. وكذلك أريد في كل شيء على روح المسؤولين والمسؤولين والمسؤولين والانتظام الذي ساد هذا الملتقى، فهنيئا لكم والرفيقة نعيمة جرجور. تحية حقوقية من جديد، وتحية لكل التلميذات والتلاميذ والأساتذة اللي حضروا معنا في هذا الملتقى، واللي فعلا شاركونا بنقاشاتهم وبإغناءاتهم داخل الورشات، وكان واحد التجمد واحد الحوار كبير اللي فعلا كيبشر وكيعطي الامل لهذه البلاد هذه المزيد من تحقيق المكاسب في مجالات الحقوق على جميع المستويات. فبالنسبه لنا كفرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، اول ما كنشكر ايضا الاساتذه وكنشكر التلميذات والتلاميذ، ايضا كنشكر السيد عبد الواحد الكريمي مدير ثانويه الليمون على الأندية ديال حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية. كنشكرو بزاف وكنشكرو على الأبواب المفتوحة دائما أمامنا، أمام الجمعية وأمام الأنشطة ديالنا كلها. فشكرا له، شكرا جزيلا، وشكرا للأساتذة والمحترمين والمحترمات، وشكرا للتلاميذ والتلاميذ اللي شاركوا معنا. وكنتمناو أن هاد الورشات وهاد المواضيع اللي تناولتها هاد الورشات في التكوين انها تنقل وتستثمر داخل هذه المؤسسات اللي كينتمين لها التلميذات والتلاميذ، على اساس ان يكون العدد، نتمنوا ان يكون العدد في الملتقى المقبل للانديه الحقوقيه للمؤسسات يكون اكبر وتكون الاستفاده اكبر. وشكرا لكم. شكرا رفيقه نعيمه جرجور على كلمه الفرع، ونتابع توزيع شواهد المشاركة. إكرام العوار، حسن الخدير، وليد كتب، عثمان بن خدير، وليد أنوار البحرين،
الجميل للمستخدمين مجهود الخفاء من الطبقة العادلة اللي زهروا على التهيئ وعلى تحضير الغذاء الصحي اللي تقدم للتلميذات والتلاميذ والأساتذة، فهم مشكورون وكنوجه لهم تحية كبيرة وتحية النظام وشكرا. Right.